بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. وقال الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلة: يا رب جنب أبي الأوصاب والورع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة. وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة، فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليها انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما السنة فما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليل. بعدما انتهى أبو القاسم الخراقي رحمه الله من كتاب الطهارة بما ذكر فيه من أنواع الطهارات ومن أحكام المياه ومن أحكام الأواني ومن أحكام ستر العورات وغير ذلك، ودخل على أبواب الحيض والنفاس وانتهى منها، هنا كتاب الصلاة. الصلاة يقول لنا أبو محمد بن قدامة: الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. قال الله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المؤمنين، يعني يدعو للمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه: إن صلاتك سكن لهم. ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. هذا لفظ مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، يعني لطعام وليمة ونحوها فليجب، فإن كان صائما فليجب وليذهب ولا يأكل، ما يأكلش، ولكن فليصلي. فليصلي يعني يدعو لصاحب الوليمة. قال: فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ده في صحيح مسلم، وروى أيضا أبو داود والترمذي وغيره. من مما يدل على أن معنى الصلاة لغة الدعاء ما ذكره هنا، قال: قال الشاعر وهو الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والورع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة. يقول البنت تدعو لأبيها، تقول: يا رب جنب أبي الأوصاب والورع، يعني في سفره جنبه المشقة والأمراض والتعب. فقال مجيبا لها: عليك مثل الذي صليت، يعني أدعو لك بما دعوت لي، كمثل الذي دعوت لي. فاغتمضي نامي، يعني نوما فإن لجنب المرء مضطجع. قال: وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة. ده التعريف اللي بيذكره ابن قدامة للصلاة. الإمام النووي يقول لنا: الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه، اسمها صلاة، يعني أن من ضمن ما في الصلاة الدعاء، أنك تدعو ربك سبحانه من ضمن الصلاة، فسميت باسم ما تشتمل عليه. قال: وقيل في اشتقاقها: ومعناه أقوال كثيرة أكثرها فاسدة. ده كلام النووي في المجموع، إن يعني قيل في اشتقاق كلمة الصلاة مشتقة من إيه، قال إنه فيها كلام كثير للعلماء، أكثر الأقوال أقوال فاسدة. قال: ومن أفسد هذه الأقوال قول من قال هي مشتقة من صليت العود على النار،
صليت العود، يعني سخنت على النار أو أحرقته بالنار أو سخنت بالنار عشان أعدله إذا قومته. قال والصلاة تقيم العبد، يعني من ضمن التفاسير اللي ذكروا أن كلمة صلاة مشتقة من الصلة، وصلى الشيء معنى أصلاه النار أدخله النار. يعني قول صليت العود على النار يعني حطيت العود المعود على النار عشان أعدل العود بالنار. قال لأن الصلاة تقيم وتقوم العبد. قال الإمام النووي هذا خطأ. خطأ ليه؟ قال لأن الكلمة أو لام الكلمة في الصلاة أصلها صلوة، صلوة قال فاللام فيها هي واو، وفي صليت اللام اللي فيها هي ياء وليست واو، قال فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلي. عند المالكية يقول النفراوي المالكي في الفواكه الدواني قال الصلاة مشتقة من الدعاء، وهذا ما عليه أكثر أهل العربية والفقهاء. وقيل من الصلوين وهما عرقان، يعني عرقان في ظهر الإنسان نازلين لغاية كعب رجليه، فلما يركع يقوم يتني العرقين اللي في ظهره. وقيل هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، الصلوان يعني. وقيل هي مشتقة من الرحمة، من الرحمة فهي في اللغة الدعاء. ويعرفها تعريفا شرعيا يقول الشرع أو التعريف الشرعي للصلاة هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. يعني يعرفها ابن قدامة، عرف الصلاة بالمعنى اللغوي وعرفها شرعا بأنها عبارة عن الأفعال المعلومة، الصلاة أفعال معلومة. تعريف المالكية يقول هي قربة فعلية، قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، أو سجود فقط. طبعا حينبني على هذا التعريف إن السجود التلاوة من ضمن الصلاة ولا ليس من ضمن الصلاة. فإذا قال هنا هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام، ذات إحرام وسلام يبقى أحرم فيها بتكبيرة وخرج منها بتسليم، هتدخل فيها جميع الصلوات ويدخل فيها صلاة الجنازة أيضا. إذا قال إن هي ذات سجود، قربة فعلية ذات سجود، يبقى هيدخل فيها سجود التلاوة إنه نوع من الصلاة. والراجح أنه هيئة من هيئات الصلاة ولكن ليس صلاة، وإن كان يلزم من يسجد للتلاوة أنه يكون على هيئة المصلي في السجود وأيضا في الطهارة وفي ستر العور. يقول لنا برضو النفراوي فرضت ليلة الإسراء في السماء وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة، فرضية الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، يعني في فرضت في السماء قبل الهجرة بسنة، بخلاف سائر الشرائع كونها تفرض في السماء لأهمية الصلاة وتشريف لأمر الصلاة وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض به إلى السماء فتفرض عليه هذه الصلاة العظيمة. فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في السماء، يقول دليل على مزيتها على غيرها من الفرائض، دليل على مزيتها على غيرها من الفرائض. واختلفوا هل أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين وبعدين زيدت الصلاة، ولا أنها فرضت أربع ركعات وبعدين قصرت إلى ثلاث وإلى اثنين. الراجح الأول أنها فرضت ركعتين ثم بعد ذلك زيد فيها إلى أربع ركعات. قبل الصلاة المعروفة نحن نصلي خمس صلاة في اليوم والليلة، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد إيه كان يصلي؟ كان يصلي الفرض ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، يعني ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار قبل فرض الصلوات الخمس. يقول لنا أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط الصلاة في اللغة عبارة عن الدعاء، وافق الباقين على ذلك. قال ولكن في الشريعة عبارة عن أركان مخصوصة كان فيها الدعاء أو لم يكن. يقول يعني إن الصلاة في الشرع إن هي أركان مخصوصة، هيئات بفعلها الإنسان، أركان مخصوصة سواء دعا فيها أو لم يدعو فيها. فأخذ يعني بأن الصلاة لو أنه صلى من غير ما يدعو فتصح الصلاة، وهذا فيه نظر في صحة الصلاة من غير دعاء، لأن التشهد دعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فاتحة الكتاب دعاء، فعلى ذلك الصلاة مشتملة على الدعاء، فقول الجمهور أولى من هذا القول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الأسماء المنقول عن مسماها في اللغة أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة.
يعني أصل الصلاة في اللغة الدعاء، هل نقلت عن هذا لمعنى آخر ولا هي ما زالت مشتملة على هذا المعنى ولكن قيدت بقيود؟ وهذا الصواب أن الصلاة من أهم ما فيها الدعاء، فاتحة الكتاب، ولذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى سمى الفاتحة صلاة، والفاتحة دعاء. في الفاتحة هي سورة من سور القرآن العظيم وتشتمل على الدعاء، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تثني على الله لغاية ما تصل وتقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يعني نعبدك ونستعين بك، نطلب عونك ونطلب أن تهدينا الصراط المستقيم، فكأنك تثني وتمجد ربك سبحانه لتقول طالبا من الله أن يهديك الصراط المستقيم. فيبقى الصلاة مشتملة على الدعاء كما قال الجمهور، فالشارع الحكيم لم يغير كلمة الصلاة عن أصل وضعها ولكن زادها قيودا، استعملها مقيدة لا مطلقة. يقول ابن قدامة رحمه الله: وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله عز وجل أمر العباد بعبادته سبحانه بأن يعبدوه مخلصين موجهين العبادة له وحده سبحانه وتبارك وتعالى، حنفاء مستقيمين على طريقه مبتعدين عن كل ميل وكل شيء يبتعد عن شرع الله سبحانه. ويقيموا الصلاة، وأمروا بالتوحيد وأمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وسمى ذلك الدين، ذلك دين القيم، هذا الدين القيم العظيم. في السنة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أهمها حديث ابن عمر عند الشيخين في الصحيحين، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان، ده لفظ البخاري وأيضا لفظ مسلم. أجمعت الأمة أيضا على وجوب خمس صلوات في اليوم والليل. يقول لنا ابن قدامة: فصل، ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها ولا يجب غيرها. يعني خمس صلوات في اليوم والليلة هذه الواجبة، إجماع العلماء أنه ما فيش خلاف بينهم أن هذه الخمس الواجبة، ولكن الخلاف هل في واجب غيرها، يعني اتفقوا على أن الصبح الظهر العصر المغرب العشاء هذه صلوات واجبة، طب في غيرها واجبة؟ هنا الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن صلاة الوتر واجبة، صلاة الوتر واجبة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، كأنه يأخذ بهنا أن خمس صلوات في اليوم والليلة والله زادكم أيضا صلاة، يبقى ست صلوات في اليوم والليلة مثلا. قال: وهذا يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، الوتر حق. هذا صحيح ولا قبله صحيح؟ والحديث رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فقال أبو تميم الجيشاني: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمر؟ قال أبو بصرة: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر هذا حديث صحيح، وفيه أن هذه الصلاة ما بين العشاء إلى الفجر. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: الوتر حق. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه ابن ماجه وأحمد أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا لفظ الإمام أبي داود. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوتر حق، وخيرهم في هذا من أحب، وفي رواية أخرى: من شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة.
ولكن الجمهور يقولون أن الوتر هذا سنة ليس فرضا. قالوا إن الحديث هنا خير، إزاي يكون الوتر فرضا ويخير الإنسان بين إن هو يجعله واحدة ركعة واحدة ويجعله ثلاثة ويجعله خمسة، وقد يقال إن أصله واجب ولكن التخيير في العدد نفسه. لكن يقول ابن قدامة رحمه الله: لنا ما روى ابن شهاب الزهري يعني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، فذكر الحديث إلى أن قال: فرجعت إلى ربي فقال: هي 50 وهي 50. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حديث طويل جميل في قصة المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. قال أنس رضي الله عنه: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرد عن سقف بيتي. يبقى كأن أنسا يروي هذا الحديث عن أبي ذر. أبو ذر، لأن أنس ما شهدش المعراج وما شهدش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان له 10 سنوات، ما حضرش حاجة في مكة معه صلى الله عليه وسلم. أنس أنصاري خزرجي. فأبو ذر هو الذي حدث، فهو من رواية صحابي عن صحابي. فأبو ذر حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر: فرد عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، فتح شق صدري يعني، ثم غسله بماء زمزم. شوفونا الاستعداد لرقي النبي صلى الله عليه وسلم للسماء، تطهير جوف النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى يليق به الصعود إلى السماء وإلى سدرة المنتهى. قال: ثم غسله يعني صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري. هنا تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم ليلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى في المعراج. قال: ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا، طبعا هذا الحديث مختصر، اختصر منه جزء الإسراء، أسر به صلى الله عليه وسلم من مكة ثم وصل إلى بيت المقدس، حرضه الله سبحانه وتبارك وتعالى من دنس اليهود وأمثالهم، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى السماء. قال: فلما جئت إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا رجلا على يمينه مجموعة من الناس كثيرون، وعلى شماله كذلك. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم أرواح بنيه يعني. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر على يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثلما قال الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالنبي الصالح. فلما مر بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى
أسمع فيه صريف الأقلام، عرج به صلى الله عليه وسلم لمرتبة عالية جدا، كان يسمع فيها أصوات الأقلام التي تكتب في اللوح المحفوظ ما يفعله العباد وما يصعد إلى السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل علي على أمتي 50 صلاة. هنا الصلاة في السماء فرضت 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى مررت على موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قال: قلت فرض 50 صلاة. فكان موسى أرحم الأنبياء بأمة النبي صلى الله وسلامه عليه، مع أنه طالع النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه الصلاة والسلام أن وجد من تجاوزه، من فضل عليه، فبكى لذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يمنعه ذلك أن وجد من فضل عليه من أن ينصح النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس في قلوبهم إلا الشفقة والرحمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت فقال: هي 50 وهي 50. هي 50، وده الشاهد من ذكر الحديث كله أن الله سبحانه تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي 50 وهي 50، يعني حتؤدونها 5 صلوات في اليوم والليلة، والأجر 50 صلاة. قال سبحانه: لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول، يعني انتهى الأمر على ذلك، إن 5 صلوات في اليوم والليلة والأجر 50 صلاة. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي، فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة. هذا من فضل ربنا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، أدخله جنته سبحانه. قال: فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وهنا في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات وهو في السماء صلوات الله وسلامه عليه، وكوفئ من ربه سبحانه على صبره وعلى تبليغه وتثبيتا له بأن أراه الجنة، بل أدخله الجنة كما جاء في هذا الحديث. يبقى الحديث فيه هي 50 وهي 50، الله عز وجل فرض على العباد 5 صلوات. يبقى إذا جاء الأمر هنا أن هي 50 وهي 50 وقال: ما يبدل القول لدي، يبقى لن يبدل هذا القول، الله عز وجل قضى بذلك أنه ما فرضه على نبيه صلى الله عليه وسلم لن يبدل، لا يبدل القول، يبقى لا يزاد من جنسها واجب آخر، لا يزاد من جنس هذه الصلوات واجب آخر أو فرض آخر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم، يبقى تبع صلوات النوافل وليس من جنس صلوات الفرائض. من الأحاديث الدل على ذلك أيضا حديث لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ورواه أحمد أيضا. والحديث هذا حجة قوية للمسألة التي نتكلم فيها، وهي أن صلاة الوتر ليست واجبة وإنما هي مستحبة، كأن موضوع وجوب صلاة الوتر أثير في عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، فكان عبادة بن الصامت موجودا وخطأ الذي يقول بوجوب صلاة الوتر. لفظ الحديث عند أبي داود عن عبد الله ابن الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب. في رواية تانية للحديث أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. هنا بالشام رجل اسمه أبو محمد كان يقول صلاة الوتر واجبة. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة ابن الصامت صحابي فاضل رضي الله عنه قال فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، كذب أبو محمد. هنا كذب تأتي في لغة الحجاز بمعنى أخطأ،
تأتي أحيانا بهذا المعنى، كذب فلان بمعنى أخطأ فلان، فيقصد أنه أخطأ فيما ادعاه من ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إذا هنا الصلوات الخمس الذي يقصر فيها فلم يأتي بها جميعها أو لم يأتي ببعضها فليس له عند الله عهد، فهو في خطر المشيئة. من الأحاديث الدل على المعنى أيضا حديث لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إيه الفرائض اللي علي في الصلاة؟ فقال: خمس صلوات. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ففي الحديث في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. الحديث ده في الصحيحين، والرواية بتاعته فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان، يعني بيخبر عن الفرائض. يبقى كأن هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الله عز وجل الصلاة وفرض أيضا الصيام في العام الثاني من هجرته صلى الله عليه وسلم وفرض الزكاة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرائض، فقال للرجل: وصيام رمضان. فقال الرجل: هل علي غيره غير رمضان في حاجة تانية؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال الرجل: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. يعني هذه الصلوات الخمس وهذا الصوم وهذه الزكاة حأديها زي ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمر، مش حزيد عليها ولا أنقص، لا أزيد ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. المعنى أنه إذا أتى بالصلوات الخمس كاملة خلاص هذا من المفلحين، ولكن من له بأن يأتي بالصلوات الخمس كاملة كما يريدها الله عز وجل؟ اللي يأتي بها كاملة هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقارب في الحال من أفاضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. ولكن هل كل إنسان يقدر على ذلك؟ هذا صعب جدا، هذا صعب. ولذلك جاء في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر: يخرج الرجل من صلاته ليس له إلا عشرها، إلا تسعها، لغاية ما وصل إلا نصفها وسكت ولم يزد على ذلك. كأن القليل من العباد الذين يخرجون بصلاة كاملة. يبقى الإنسان ما يغترش بأنه صلى الفريضة وكفاية على كده، لا، ولكن يأتي بنوافل لعلها تجبر له ما نقص من فرائضه يوم القيامة. يقول ابن قدامة: وزيادة الصلاة يجوز أن تكون في السنن فلا يتعين كونها فرضا، ولأنها صلاة تصلى على الراحلة من غير ضرورة فكانت نافلة كالسنن والرواتب. يعني بيقول أن صلاة الوتر الاتفاق بيننا وبين الأحناف على أنه يجوز أن تصلى صلاة الوتر فوق الراحلة، والذي الصلاة اللي تصلى فوق الراحلة ليست فريضة، فريضة لابد أن تنزل على الأرض لتصلي الفريضة، فكونها تصلى على الراحلة دليل على أنها من النوافل وليست من الفرائض. قال: وأجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة. فإجماع المسلمين على أن الصلوات الخمس مؤقتة، يعني كل صلاة لها وقت أول ووقت آخر، هذا موقوتة محددة الطرفين. يقول لنا الإمام النووي: أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين. فرض عين يعني فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين اللي كل مكلف يلزمه، مكلف أو مكلفة يلزم هذه الصلاة من المسلمين. الفرض الكفائي معناه الفريضة التي يلزم المسلمين أن يأتي بها بعضهم، فإذا أتى بها البعض سقط الإسم على الباقين، وإذا لم يأتي بها أحد أثم الجميع، أثم الجميع، زي صلاة الجنازة مثلا. قال: أجمع أنه لا فرض عين سواهن صلوات الخمس. ده نقل الإمام النووي. واختلفوا في العيد هل هو فرض كفاية أم سنة، وفي الوتر هل هو سنة أم واجب. هنا يعني كأنه ينقل إجماع على أنه لا فرض إلا الصلوات الخمس،
وما القول الأحناف إنه صلاة الوتر واجبة اللي لسه بيذكره ابن قدامة؟ هنا بناء على مصطلح للأحناف إن يفرق بين الفرض والواجب، بين الفرض والواجب. فالفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بدليل قطعي من كتاب أو من سنة قطعي الثبوت، يعني سنة متواترة أو آية. الواجب عندهم مرتبة بين ما ثبت بدليل ظني وبين الفريضة وجاء فيها مواظبة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فعلى ذلك عندهم الواجب أقل من الفرض. أما عند الجمهور فالفرض والواجب واحد، كل شيء واحد، فبناء عليه عند الجمهور يقولون الفرض هي الخمس الصلوات فقط، والأحناف أيضا يقولون ذلك. يجي عند الأحناف يقول صلاة الوتر هذه واجبة، هذه واجبة مش فرض، واجبة، ولكن المعنى مش فرض، يعني إيه؟ يقول لها الدليل بتاعها دليل ظني، ما هواش سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، ولا هي آية في القرآن، هي سنة أحد، فدليل على أن هذا واجب ظني وليس قطعيا ليكون فرضا. طيب الواجب هذا يأسم على تركه؟ يقولون آه يأسم على تركه، يبقى اجتمعوا مع الجمهور في كون الفرض الذي يأسم الإنسان على تركه. يبقى هنا كأن مسألة الفرضية والواجب الخلاف لفظي فقط، ولكن الحقيقة أن تارك الواجب عند الأحناف زي تارك الفرض عند الجمهور، فلذلك الصواب أن الوتر هذه سنة وليست فرضة وليست واجبة. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: وقد كان قيام الليل واجبا في أول الإسلام، قيام الليل تهجد بالليل واجبا في أول الإسلام، ويترى هل نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسخ في حق الأمة فقط؟ في البداية نشوف سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخ هذا القيام الفرضية اللي فيه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى آخر حياته. يقول لنا الإمام النووي: دل عليه حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو حديث طويل، قال فيه: قلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح البخاري وأيضا رواه مسلم، وفي آسف حديث صحيح مسلم عن زرارة أن سعد بن هشام أراد أن يغزو في سبيل الله، رجل من التابعين حب أن هو يجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فظن أنه علشان يعني يكمل له أجر الجهاد يبقى لازم يتفرغ لهذا الجهاد ويذهب مجاهدا في سبيل الله عز وجل. فعمل إيه؟ راح مطلق زوجته وراح بايع أملاكه علشان يجعلها في السلاح، وبحيث أن ما ينشغلش عن الجهاد بشيء. لما فعل ذلك من رآه يفعل ذلك نهاه: اللي بتعمله شيء ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم، ليه تفعله؟ فالرجل ذهب يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعمله ده صح ولا خطأ. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهاه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الأمر فرض الله عز وجل على المسلمين فرائض من ضمن ذلك الجهاد، ولكن لم يأمرهم إذا أردتم الجهاد بيعوا الأملاك بتاعتكم وطلعوا النساء وبحيث يبقوا متفرغين لهذا، لم يقل ذلك، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك، يعني أهل المدينة حدثوا سعد بن هشام بن عامر بذلك، راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر هذه واجبة ولا فرض، وكيف كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس يقول لسعد ابن هشام: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أعلم أهل الأرض بوتر صلى الله عليه وسلم؟ فدله على السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال له: اذهب إليها اسألها وارجع لي وقل لي قالت لك إيه. قال: ائتها، قال عائشة رضي الله عنها: فأتيها فاسألها ثم أتيني فأخبرني بردها عليك. فانطلق إليها رضي الله تبارك وتعالى عنها ودخل في قصة، فلما دخل قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟
فالرجل يسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حتخبره بإيه عشان تذكر خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجلدات تتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أموره، ولكنها وهي التي تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الكلام وكيف يكون الحديث وكيف تجمع الكلام، فقالت له رضي الله تبارك وتعالى عنها: ألست تقرأ القرآن؟ أنت مش بتقرأ القرآن؟ فقال: بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، كان قرآنا متحركا صلوات الله وسلامه عليه، كان خلقه القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. أحيانا السائل يبقى متهور في سؤاله وما يعجبوش الجواب، أما يدب شيء، لو أنه تمهل وتدبر الذي يقال له فهم. فالرجل لما سمع يعني جاي يسألك أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه إيه، تقولي روح أقرأ القرآن، طب مش سائل حد تاني، كاد يفعل ذلك والحمد لله لم يفعل ذلك، فراجع نفسه وسكت. قال: وخطر له على باله أن يسألها سؤالا آخر، فقال: ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله سنة كاملة يقومون الليل. شوفوا الإدابة، إدابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقاموا حولا كاملا. وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف. يبقى هنا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يبتغون من فضل الله، آخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. فالله علم منكم المرضى ومنكم المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاقرأوا ما تيسر منه. فنسخ أول السورة بآخرة، يعني نسخ الفرض الواجب لقيام الليل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواك وطهور، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. صورة من صور قيام الليل، إن قيام الليل يسمى قيام الليل ويسمى التهجد ويسمى الوتر أيضا. فكان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بهذه الهيئة صلى الله عليه وسلم، ولعله أكثر من ذلك يكثر منها. إن تقول كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم. يبقى صلى 9 ركعات متصلات، ركعات طويلة، جلس في الثامنة ثم في التاسعة عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد. يبقى الصورة إذا صلى 9 ركعات، وأيضا قد يصلي 7 ركعات بهذه الهيئة، فيصلي 9 ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة ويسلم، ثم يصلي 2 ركعات صلى الله عليه وسلم خفيفتين بعدها، كأنه الوتر أوتر، وبعد ذلك صلى 2 ركعات بعدها، فيه جواز مثل ذلك. قالت: فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية مسلم، رواية غيره: فلما أسن يعني كبر في سنه صلى الله عليه وسلم، وأخذه اللحم، وهنا أخذه اللحم مش معناه سمن يعني، لا، ولكن الإنسان لما يكبر في السن يبتدي لحمه كأنه ثقل عليه، عظمه ما يشلش لحمه. فلما كبر في السن صلى الله عليه وسلم، وهو سنه كان لما توفي 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، فتقصد أنه أصبح لما كبر في سنه من كثرة القيام كان يتعب صلى الله عليه وسلم من القيام، عمل إيه أما تعب وكبر في السن؟ فقالت: أوتر بسبع، يعني شوف هنا أوتر 9 ركعات صلاة طويلة، فإلا قلل منها 2 ركعات لما كبر في سنه صلى الله عليه وسلم، أوتر بسبع، صلي 7 ركعات متصلات لا يجلس إلا في 3 والـ7، ثم يسلم ثم يصلي 2 صلوات الله وسلامه عليه وهو قاعد. قالت: ثم يصلي 2 وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه.
قالت في الأولى وتلك 11 ركعة يا بني. ده في الأول 9 ركعات وركعتين وهو قاعد. في لما كبر في سنه قالت أوتر بسبع وصنع في ركعتين مثل صنيعه الأول يعني صلاهما قاعدا، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وكان هنا شوف بقى إذا تعب مثلا مريضة فنام من الليل عليه الصلاة والسلام، تقول وكان إذا غلبه نوم أو ودع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. يبقى فيه إذا فاتنا قيام الليل صليناه بالنهار وتر في وقت الضحى يعني في وقت الضحى، فكان إذا فات 11 ركعة ليقومها بالليل صلى الله عليه وسلم بسبب مرض عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي مكانها 12 ركعة بالنهار. قالت ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، وكان شيء يفعل ذلك أن يقرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، معنى أنه بالليل كان له وقت ينام فيه صلى الله عليه وسلم، ما كانش يقوم من العشاء للفجر قياما إلا مرة أو نحو ذلك، ولكن عادته صلى الله عليه وسلم لابد ينام شيئا ثم يقوم صلى الله عليه وسلم. قالت ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، هذا في الغالب، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام شعبان كله مرة. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، وذكر الحديث. إذا هنا الأمر ذكر صلاة الوتر وأن صلاة الوتر ليست فريضة وليست واجبة وإنما هي سنة من السنة. ثم ذكر بعد ذلك مسألة يذكرها أبو القاسم الخرقي، يقول وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. قال ابن قدامة بدأ الخرقي بذكر صلاة الظهر لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما، يعني ما ذكر كيف علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي ومواقيت الصلوات، ده بعد فرض الخمس صلوات عليه صلى الله عليه وسلم، فنزل يعلمه فبدأ بصلاة الظهر، بدأ بصلاة الظهر فتسمى الصلاة الأولى، وهي ليست أول صلاة في اليوم، أول صلاة في اليوم هي صلاة الصبح، ولكن سميت صلاة الظهر الأولى لكون جبريل أول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كانت هذه الصلاة اللي هي صلاة الظهر. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، الشراك والشنعل يعني والشنعل، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ظل الشيء صار مثله، فصلى جبريل العصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، يا وجبت سقطت معنى إن ادارت الشمس تحت الأفق، غطست تحت الأفق، حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى المغرب آسف، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، ثم صلى الفجر حين برق الفجر يعني مع أول الفجر يعني حين يحرم الطعام على الصائم اللي هو حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وصلى في المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، اليوم الثاني بقى صلى به الظهر على آخر وقته هو قرب قريب من وقت العصر، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقتها، لاحظ وقت العصر حين صار الظل مثلين لسه ما دخلش في وقت الاصفرار ولا دخل في وقت الغروب قبل ذلك كله، يبقى هنا الظل صار المثلين فهذا آخر وقت العصر الاختياري. قال ثم صلى المغرب لوقت الأولى، يعني المغرب في اليوم الأول واليوم الثاني على هذا على الوقت نفسه، وإن كان الراجح أن المغرب أيضا لها وقتين زي ما يجي في حديث آخر. قال ثم صلى العشاء الأخيرة الآخرة حين ذهب ثلث الليل، بعد انقضاء ثلث الليل صلى صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين، فذكر وقتين لكل صلاة، وقت أول ووقت آخر، ده اللي في هذا الحديث ما عدا صلاة المغرب. روى مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت الصلاة فقال صلي معنا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت بفعله صلى الله عليه وسلم كما تعلم هو من جبريل، فقال
فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن. فلاحظ أنه هو صلى الله عليه وسلم في تعليمه أيضا بدأ بصلاة الظهر، بدأ بصلاة الظهر، فصلى بالرجل صلاة الظهر أو بالناس صلاة الظهر لما زالت الشمس. ثم أمر بلالا يعني فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية لم يخالطها صفرة من أول وقت العصر. ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد في الظهر، الإبراد تأخير، تأخير حتى يقل وينكسر الحر، فأبرد في الظهر فأنعم أن يبرد بها، فأنعم يعني أخر كثيرا لقرب العصر. وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، في اليوم الثاني صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر والشمس بيضاء مرتفعة، يعني ما دخلتش في الاصفرار، وهذا آخر وقت العصر أن تكون الشمس مرتفعة بيضاء. قال آخرها فوق الذي كان يعني بالأمس. وصلى المغرب حين غاب الشفق، حين غاب الشفق، يبقى هنا صلاة المغرب لقرب وقت صلاة العشاء بالأمس. يبقى هنا في حديث بريدة في أن المغرب أخرها النبي صلى الله عليه وسلم لآخر وقتها حتى يفيد أن كل صلاة لها وقتين، لها وقت. وصلى العشاء حين غاب ثلث الليل بعد انقضاء ثلث الليل. وصلى الفجر فأسفر بها، أسفر بها يعني قرب نهاية وقت صلاة الفجر. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وقت صلاتكم بين ما رأيت، بين ما رأيت. ففيه بيان أن كل صلاة لها وقتان، وقت أول ووقت آخر، وفيها تفصيل حيبدأ بصلاة الظهر. نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.